السلام عليكم ورحمة الله. هلا نحن هون مدينة الدب، مثل ما بيقولوا عنها بلد إرهابي، وعم بيفتحوا ممرات إنسانية ليطلعوا المدنيين من هون محافظة الدب. مثل ما كنتم شايفين هي عينة بسيطة عن الخبز، يعني إذا بتشوفوا الخبز بتقارنوها بس بمناطق النظام، وبتشوفوا كيف الناس واقفة طوابير لتحصل على ربطة الخبز. الحمد لله رب العالمين، هون الخبز كله موفر عندنا، يعني أكثر من كل مناطق النظام. مثل ما شفتوا المقاطع الفيديو الموجودة في دمشق. خميس 25/2 قبل صلاة الفجر الساعة 4، دول النسوة هاي الدور للرجال. خميس 25/2/2021 الساعة 3:30. يعني عاصمة سوريا تلاقي الناس طوابير بس لتحصل على 10 طرف خبز. الناس طوابير، هون عندنا هاي الطاقة ما بتلاقي بيجي الواحد ياخذ خبزه ويضل ماشي. يعني هاي بس مقارنة للناس اللي عم بيقولوا انه عم بيفتحوا ممرات آمنة ليطلعوا المدنيين من حصارها. الحصار عندنا الحمد لله رب العالمين خبز كثير متوفر، والناس بيجوا بياخذوا خبزهم بكل سهولة ويضلوا ماشيين. هاي مدينة الدب. بيجي الواحد ياخذ كيس خبز ويضل ماشي. شايفين هون على الزحمة؟ هاي الزحمة عندنا هون على الخبز. في اثنين قدامي خلصوا. هلا انا بدي اخذ خبزة. لنا 6 أكياس. عشو، ايش قد صار لك وقت وين على الطاقة؟ دقيقة. روح مناطق النظام، ايش قد توقف؟